افتتح مساء السبت مسرح أمبر الوطني اللبناني بمؤسسه قاسم اسطنبولي ليعاد تأهيله بتطوع العديد من الشباب وليطلق الدورة الأولى من مهرجانات طرابلس المسرحية بحضور كبار الممثلين اللبنانيين ونخبة من الفنانين العرب. اليوم طرابلس عم تشهد انطلاق الدورة الأولى من مهرجان طرابلس المسرح الدولي بهيدي السينما اللي تحولت لتكون المسرح الوطني اللبناني المجاني بطرابلس. هذا عرس للمدينة، هذا عم بأسس لحركة مسرحية دي. اليوم في مهرجان طرابلس عم بيشارك معنا فرق محلية وعربية وأجنبية، عم بيكونوا ضيوف المهرجان من سلطنة عمان ومن المكسيك ومن الجزائر ومن إسبانيا. هذا الشيء بالنسبة لنا بفرجي طرابلس، بفرجي قديش هالمدينة عندها ثقافة وعندها فنون وعندها هوية. هذا المكان مفتوح لأهل المدينة، مفتوح لكل لبنان، الناس تيجي تستخدم هذا المسرح وتعرض مسرحياتها وأفلامها، وحيكون في برامج على مدار السنة عرض أفلام، حيكون في مركز ثقافي مفتوح دائما بطرابلس. بالنسبة لنا يعني وجود هيدا المهرجان بطرابلس بظل كل الظروف الصعبة عم يثبت انه هيدا المدينة هي عاصمة للثقافة والفنون بلبنان، وطرابلس بتستحق، وهينا نحن عم نعيش الحلم بطرابلس. ومع افتتاح قاعة المخرج والكاتب الراحل نزار ميقاتي، يؤكد نجله الممثل عمر ميقاتي أهمية إعادة المجد للمسارح الوطنية والروح للفن اللبناني. المسرح كتير مهم لحضارته وثقافة الشعوب طبعاً. مسرح بيثقف الناس وبيبعدهم عن شوي عن التوك شو السياسي يلي هو سموم متنقلة. نحن اللبنانيين بنعرف هالشيء. إذا المسرح هو موقف حضاري وأخلاقي وجمالي. المسرح والفن هو توجيه، رسالة، رسالة إنسانية لبناء بلد، لبناء وطن. البلد اللي ما فيها فن وما فيها مسرح من بلد هيدي غابة، غابة ما فيها بشر. الشغف، الأمل والمثابرة كانوا أساس الإيمان بأهمية إعادة الحياة والنور للمسارح الوطنية. ولأن طرابلس هي بيت الفن تستمر باستضافة العروض حتى 30 الشهر الجاري التي عرف أصحابها بأن مدينة الفيحاء تحبهم فأحبوها وقدموا لها شمعة المسارح والفنون بنجاح وتألق.